ايمن مهدي بيقول لك بنكسب وبناخد بطولات والفريق تمام، ولكن لسه شويه احنا طماعين وبنحب نشوف اللعب الممتع مع فرقتنا مع الفوز طبعا، فامتى هيتحسن اداء الفريق؟ وجهه نظر طبعا دي ايمن مهدي. Yeah, we can buy performance. Eh? We ممكن work for performance. مش ممكن تشتري الأداء، إحنا بنشتغل عشان نحسن الأداء. I know that my team is وأنا not عارف playing ساعات the best football ever. الفريق ما لعبش أحسن كورة ممكنة. But what's important is لكن to المهم be effective to win. أن تبقى أنت مؤثر وتسعى أنك تكسب. Play very, very ولأن لأن مش ممكن تلعب كويس جدا جدا وتخسر، ده مش هيبقى حاجة يسعد الجماهير. أهم حاجة تخلق توازن. And as I said, you know, توجد التوازن في ده. Sometimes the fans compare أحيانا الجماهير بتقارن فرقتي بجيلك. I don't have the player. أنا ما عنديش لعيبة بوزنكم. لا لو عايز باك رايت أنا موجود برضه على فكرة ولسه لسه زي ما أنا. Yes, I know. I can see you can still play. But I love my team. I love my team. بحب فرقتي وبحب لعيبتي. I'm nobody without them. And لا أنا مش ممكن أحقق أي حاجة من غيرهم، أنا ولا حاجة من غيرهم. When it matters بيكسبوا في الوقت المفروض يكسبوا فيه، بيعرفوا يكسبوا في الأوقات الصعبة.